محمد سلاسي رئيس مجموعة الجماعة التعاون. بداية لابد من نشكركم على التتبع ديالكم أشغال الدورة العادية لمجلس مجموعة الجماعة التعاون. هذه الدورة هي دورة ديال أول بداية أول دورة ديال مجموعة الجماعات في حلتها الجديدة اللي عندها واحد اختصاصات جديدة. بطبيعة الحال كان الأعضاء عندهم واحد المدخلات قيمة وكان حوار جاد ومسؤول وكان ترافع بذكاء حول كيفية الاستعداد للظروف المقبلة إن شاء الله، وخاصة مغايرة الاستعداد لتوزيع الماء صالح للشرب للدواوير المتضررة. بطبيعة الحال هذا الشيء تام بتنسيق تام مع عمالة تاونات والسلطة الإقليمية ديال تاونات حتى نكون عند حسن ظن الساكنة. هذه الدورة دازت في أجواء متميزة اللي خلاتنا أننا نكون يد واحدة لنترافعوا من أجل الصالح العام ونترافعوا من أجل أننا نكون هذه المجموعة تكون واحد القوة اللي تعاون وتشارك في التنمية ديال إقليم تاونات في الاختصاصات المضافة إليها وهي فتح المسالك وتعبيد المسالك أيضا، إضافة إلى حفظ الصحة والنقل العمومي النقل المدرسي. لا بد ما نشكركم ونشكر السيد عامل إقليم تاونات والأطر ديال عمالة تاونات على السهر ديالهم وعلى التتبع ديالهم المواكبة، وأيضا سيد رجال السلطة إقليم تاونات على التتبع والمواكبة ديال عمل هذه المجموعة وكتكون في أحسن الظروف إن شاء الله. مصطفى الملاقي منتدب عند جماعة سيدي محمد بن الحسن دائرة تيسا إقليم تاونات. اليوم كان عندنا انعقاد أول لقاء ديال المجموعة الجماعة الترابية التعاون في الصيغة الجديدة من بعد التعديل. كان عندنا مجموعة من النقاط، الأبرز والأهم كان هو التصويت على القانون الداخلي والتصويت على الميزانية، خصوصا مع الإضافات الجديدة في المهام والاختصاصات ديال المجموعة كتدبير النقل المدرسي وتدبير مطارح النفايات وإحداث لجنات الصحة والسلامة. كنشكروا المكتب المسير ديال هذه الجمعية وفي شخص الرئيس السي محمد السلاسي، وكنتمنى الله إن شاء الله تواكب المرحلة الجديدة إن شاء الله المرحلة الجديدة في رفع العزلة عن المناطق ديال الإقليم بصفة عامة. وكما كنشكروا السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم لأنه أكبر سند وأكبر مرافع للإقليم، وشكرا.